عدد اليوم جورن الفيف خبر عنوانه جمال حركاس يتسلم جائزة أفضل لاعب في الرجاء لشهر أبريل، وتسلم جمال حركاس مدافع فريق الرجاء الرياضي جائزة أفضل لاعب في الفريق الأخضر شهر أبريل الماضي بعد تقديمه العروض قوية، وحصل حركاس على الجائزة المذكورة في الاستفتاء اللي طرحته إدارة فريق الرجاء عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتصويت على أحسن لاعب الشهر الماضي، وذلك بعد ما قدم نفسه في أحسن صورة في مباراة اللعب رفقة النصر الخضر سواء القارية أو المحلية. وكيتعتبر جمال حركاس من بين أبرز الأسماء داخل تشكيلة فريق الرجاء على اعتبار أنه كيقدم مستويات جيدة في مركزه من خلال حضوره الفعال في جميع المباريات اللي لعبها رفقة النصر الخضر، بحيث كيلعب كأساسي في خط الدفاع رفقة مروى الهدهودي. أربع أعضاء أعلنوا عن استقالتهم في اجتماع المكتب المسيري للرجاء، وخبروا أربعة الأعضاء من المكتب المسيري لفريق الرجاء الرياضي أنيس محفوظ رئيس الفريق الأخضر برغبتهم في تقديم استقالاتهم من مناصبهم في الاجتماع اللي عقدوه أول أمس الاثنين بملعب الوازيس، وعبروا أربعة الأعضاء من المكتب المسيري لفريق الرجاء على استيائهم من الطريقة اللي كيعتمدها أنيس محفوظ في تسيير النادي، إذ كيكتفي بالتشاور مع عضوين فقط من المكتب المسير، وكيتعلق الأمر بكل مكاتب العام عصام الإبراهيمي وفاضل عبد اللهوي أمين المال، بينما كيتجهد باقي أعضاء مكتبه. وشهد الاجتماع نقاشات مسفرات على اتخاذ أي قرارات بخصوص مستقبل الفريق الأخضر، علما أن أنيس محفوظ رفض إطلاع أعضاء مكتبه على قراراته في بعض الملفات المهمة في الفريق، ورفض أنيس محفوظ استقالة الأعضاء الأربعة وطالبوا بمواصلة مهامهم نهاية الموسم الريالي الحالي. هذا وكيعيش المكتب المسير حاليا على وقع الانتقادات اللي كيتعرض لها من قبل منخرطي وجماهير النادي بسبب ما كيوصفوا بسوء تسيير المكتب الحالي للفريق. العطالة تهدد الرجاء قبل مباراة ديربي، وكيسير فريق الرجاء الرياضي اتجاه مواجهة مشكل العطالة عقب إجراء مباراته أمام سريع واتسون بملعب الأخير في 15 من شهر مايو الجاري برسم الدورة 24 من البطولة الوطنية، ومن المقرر باش يتم تأجيل المباراة اللي غتجمع بين فريق الرجاء الرياضي والغريم التقليدي في الديربي البيضاوي برسم جولة 25، وذلك بسبب التزام الفريق الأحمر بالمشاركة القارية. ويدخل فريق الرجاء في عطالة لمدة كتنازل 30 يوم في التزام الفريق الأحمر بمباراة دوري أبطال إفريقيا واللي غتجرى مباراة النهائية يوم 30 من شهر مايو الجاري، كما أن الأجندة الدولية واللي غتمتد من الأول من شهر يونيو لحدود 14 من الشهر نفسه غتزيد من عطالة الفريق الأخضر، وقرر الاتحاد الإفريقي الكاف إجراء المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، ما بعد كيطرح تساؤلات حول إمكانية تعديل مباراة الدوري الاحترافي أو تأجيل مباراة الديربي. 900 مليون سنتيم تقرب رجاوي باريس من مجاورة بوفال وأوناحي. وفي تفاصيل الخبر بات عبد الإله مذكور لاعب فريق الرجاء الرياضي قريب من الانتقال للدوري الفرنسي الدرجة الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشفت صحيفة العربي الجديد أن الوكيل الفرنسي جوليان بوغول تمكن إقناع مسؤولي إنجيل الفرنسي بتقديم عرض لإدارة النادي الأخضر لضم عبد الإله مذكور. ووضحت الصحيفة أن مسؤولي إدارة فريق إنجي اللي كيضم صفوفه ثلاثة المحترفين مغاربة وكيتعلق الأمر بسفيان بوفال عز الدين أوناحي ومحمد علي شو غيقدم عرض مالي بقيمة 900 ألف دولار أمريكي من أجل التعاقد مع اللاعب الرجاوي عبد الإله مذكور. واختتم نفس المصدر أن مذكور كيرتبط مع فريق الرجاء بعقد كيمتد لغاية يونيو 2024، ووضح أنه كينتظر نهاية الموسم الريالي الجاري بهدف الاجتماع برئيس الرجاء أنيس محفوظ لمعرفة ما إذا كان الأخير غيتفاهم مع مسؤولي إنجي من أجل بيعه بشكل نهائي. منخرط بالرجاء يرد على فضيحة النصيرة والقجاء بسبب تفضيل الوداد على الرجاء. وكتب سمير شوقي الكاتب الصحفي منخرط بفريق الرجاء الرياضي على برمجة المباريات وقال بالحرف الكيل بمكيالين والعباد في الوقت الذي تبذل فيه الجامعة الملكية مجهودا كبيرا لتوفير ظروف مواتية للأندية المغربية للتألق قاريا فإن العصبة الاحترافية تنسف هذا المجهود عن قصد أو عن غير قصد عندما تخلط أوراق البرمجة حسب رأس الزبون، وهنا لن أتحدث إلا عن الفريق الذي أنتمي إليه كيانا ومؤسساتيا وهو الرجاء الرياضي وما تعرض له من مضايقات من العصبة كلما كان على عتبة التألق وتتويج قاريا وعربيا، وكلنا نتذكر يناير 2020 وكيف أخرجت العصبة بعض رؤساء الأندية من جحورهم وهم أعضاء في هذه العصبة ليبرروا برمجة مباراة جديدة بين لقاءين كان على الرجاء أن يجريهما بالجزائر في 6 أيام، وكيف أرسل رئيس الدفاع الجديدي احتجاجا للجامعة يحتج على تطبيق القانون. يا عجبي، ولولا تدخل اللجنة القضائية بالجامعة لربما كان اللقب العربي وهو باسم ملك البلاد لكان في مهب الريح. وفي يوليوز 2021 عندما طلب الرجاء تأجيل مباراته ضد حسنية أكادير والتي كانت مبرمجة يوم 6 يوليوز، وعلى الرجاء
أن يلعب يوم العاشر من نفس الشهر نهاية الكاف بالبنين ضد شباب القبيل الجزائري. رفضت العصبة بشكل قاطع وأزمت الرجاء لاعب مباراة حسنية أكادير بالفريق الثاني، حيث أضاع نقاطا كانت حاسمة في ضياعه للقب البطولة الوطنية لأنه اضطر لتركيز مجهوده على لقب الكاف. واليوم نفس العصبة بنفس المسؤولين يدوسون على المادة 21 من قانون المسابقات ويؤجلون مباريات لفرق بعينها كما يريدون، ويقدمون على برمجة غريبة لبعض الفرق كما هو الشأن بالنسبة للماس التي لم تلعب مدة 15 يوم وستضطر للعب مباراتين في 3 أيام، وكأني بهم يتعمدون إنهاك الفريق الفاسي قبيل لقاء يوم 18 ماي. نادي الرجاء الرياضي لا يطلب امتيازا من أحد، لكن من حقي أن يطالب بتطبيق نفس القانون الذي طبق عليه وفي نفس الظروف وسهرا على مصداقية البطولة والمساواة في فرص المنافسة عليها من طرف كل الفرق المغربية، وإلا فلنقرأ السلام على هذه البطولة وعلى الكرة المغربية. الرجاء الرياضي مهدد من جديد بالمنع من التعاقدات، وفي التفاصيل أكد عصام الإبراهيمي الكاتب العام فريق الرجاء الرياضي لأعضاء المكتب المسير أن الفريق مهدد بالمنع من التعاقدات في حالة عدم أداء بعض الأحكام الجديدة الصادرة في حقه من قبل الاتحاد الدولي والجمعية الملكية. ووضحت مصادر قريبة من المكتب المسير أن الإبراهيمي رفض الكشف عن الأحكام الصادرة ضد الفريق الأخضر، واكتفى بالتأكيد على ضرورة أداء الأحكام من أجل تفادي عقوبة المنع من التعاقدات، وكيتوفر فريق الرجاء على نزاعات جديدة مع بعض اللاعبين السابقين أبرزهم سند ورفلي وعبد الرحيم الشاكر وسيف الدين العالمي اللي كيطالب ب 800 مليون سنتيم بالإضافة للاعبين آخرين. وكان الرجاء تعرض لعقوبة المنع من التعاقدات في الموسم الماضي قبل ما ينجح المكتب المسير برئاسة رشيد الأندلسي في أداء مبلغ يتقدر بزيد من مليار سنتيم لرفع العقوبة. أنيس محفوظ يوضح حقيقة رحيل غيام رباح عن الرجاء. ونفى أنيس محفوظ رئيس فريق الرجاء الرياضي كل ما كيروج حول تلقي غيام رباح عروض من أجل مغادرة الفريق أخضر في نهاية الموسم الرياضي الحالي. ووضح الرئيس الرجاوي في اجتماعه مع أعضاء مكتبه المسير أن غيام رباح ما تلقى حتى عرض وما غيغادرش الفريق الأخضر في الوقت الراهن، خاصة أن عقده كيمتد لثلاث سنوات ونصف. بالمقابل أكدت مصادر قريبة من الحارس الجزائري أن أحد الوكلاء حاول الاتصال به من أجل تقديم عرض الانتقال للدوري السعودي، وكينتظر الحارس الجزائري نهاية الموسم الرياضي الحالي لحسم مستقبله مع الفريق. إذ فحال جديد الرجاء لأنس زنيتي غيطالب الحارس الجزائري بالرحيل رغبته في اللعب كأساسي، وكيرفض أنه يكون كبديل في المواسم المقبلة في حالة ما قرر أنس زنيتي مواصلة مساره مع النسور. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديد إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.